ايش يصير يا شباب لما اشغل هاك ضد 100 لاعب؟ انا ادري ان الفكره هذه سويتها قبل، ولكن هالمره راح ابدا بلعب عادي، يعني ما عندي اي خاصيه بالهاك. عشان اصير هاك لازم نسوي كرافتنج حق الهاك، فمثلا عشان اشوف الايرون لازم نسوي كرافتنج حق الايرون. مجرد ما اضغط كليك يمين راح اصير اشوف الايرون من ورا الجدار، فهدفي في الجيم اني اسوي كل الكرافتنج عشان اتواجه مع المتابعين. وبرضه يا اخوان اللي يشيلني راح ياخذ 10 دولار، حرفيا يا عيال الحلقه قعدت ساعة كاملة ما شاء الله على المتابعين، عرقوا على تعريق والله ما عمري شفته طول الحلقات الماضية، فخلونا نشوف مين اللي راح يشيلني وياخذ ال 10 دولار، برضه يا اخوان الديسكورد حقي راح تلقونه بالدسكربشن اللي حابب انه يلعب معنا بالحلقات القادمة، واضغطوا زر اللايك يا اخوان واشتركوا بالقناة وخلونا نخش مع حلقتنا الجميلة. طيب يا شباب بدينا يا اخوان، والله العظيم اني مرتبك بشكل ما تتصورون يا عيال، الجيم ربكه ما ادري ليه. او الجزء الاول كنت يعني ماخذ راحتي لانه ما كان عندي تحديات، ولكن الحين لازم نسوي التحديات عشان اقدر اني اصير هاك. فاول شيء خلونا نجيب سيف، انا المفترض ليش السيد ما يجي عندي؟ تعال لازم نجيب تقريبا 8 حبات، وايضا لازم نركز على الجولد، والله مو بالجولد، لازم نركز على كل الاشياء لازم اجيبها يا عيال. ركز عادي معك 15 دقيقه عشان يبدا الفي. طيب الان انا راح احاول اني اسوي حقه الفلاي، الهاك اللي يخليني اصير فلاي، راح يطلع لكم الكرافتنج لازم نجمع 8 حبات سيد عشان اسوي حقه الفلاي. طيب حاليا معي 6، حلو حلو، جيب كميه، ابي 8 تقريبا، 8 هنا في واحده، حلو حلو. طيب خلونا نبدا يعني يوتسي عادي، راح اجمع خشب، راح اجمع ابل، بعدها راح انزل على طول كيفينج، على طول كيفينج. سوي لنا كرافتنج على السريع وسوي لنا اكس يا عيال، لازم اني العب لعب طبيعي، لعب عادي طبيعي، عادي اجمع ابل، الوقت تاخر لانه صارت في كم مشكله وتم حلها، فالان لازم نركز يا عيال ونحاول نجيب ابل. ترى عادي ابل بعدها كيفينج، ابل وبعدها كيفينج عشان اشغل الاكس راي. جبنا 5 حبات ابل وهنا في واحده، لازم اجمع كميات لاني انا عارف انه بعض الشباب ما راح يجمع، يعني اذا انا ذبحت راح اخذ الجولد حقته وبتصير عندي جولد كثير. من ابل دائما هذه انا اسويها، لازم نجيب كميه ابل كثيره في البدايه. الان تقريبا معنا 8 حبات، حلو كميه كثيره مره. صار عادل ابي ايرون، ابي ايرون عشان اسوي حقه الفلاي، لازم نجيب حبه ايرون. قدره الفلاي يا اخوان هذه راح تعطيني ميزه مره اسطوريه اني اقدر انحاش. نحط الكرافتنج ونجيب السيد ونخليه بالشكل هذا ونحط الايرون. يا حبيبي عطني فلاي هاك يا حبيبي، ليتس جو، اقدر اطير. والله هذه حقه النحشه يا شباب، هذه حقه النحشه. خلاص الان مفترض نركز على اشياء ثانيه. بكاكسي دقيقه، خلنا اطور بكاكسي. اوه شباب عطوا فود، حلو حلو، تاخذون فود، اوكي بدعسكم بعدين باخذها. طيب نشغل هاك ونحاول، ما مشكله ليش اشغل فلاي وانا في الكهف؟ ما ادري والله ما ادري، بس اني بشغل. ابي شو اسمه، ايرون، ايرون، كميه ايرون يا اخوان. اوكي بدينا حركه الدمج هذه، والله لا طفيه. جيب ايرون، اديني ايرون، اديني يا حبيبي 12 حبه مره كويسه. الحين بس يا اخي زومبي، ممكن تنقلع شوي، ممكن تنقلع يا كلب. شوف نحط هنا البيكاكس ونحط حوله ايرون وراح يعطينا يا حبيبي ايرون هاك. بسم الله نفعله، ايرون هاك انيبل يا حبيبي. هني يا عيال لو اضغط اكس راح اشوف فقط الايرون، ما اقدر اشوف الاشياء الباقيه. مشكله اني صنعت بيكاكس وحطيته بالهاك، فالمفترض اني ارجع. حلو الان خلونا نروح نجيب الايرون، وبرضه لازم نجيب الريدستون عشان نسوي حق اللي هو الاور دايموند، يعني لازم ننزل تحت يا شباب، لازم ننزل تحت. والبي والله العظيم بيبدا بعد شوي، الله يستر يا عيال، والله العظيم اني مرتبك بشكل ما تتصورون. بسرعه يا جولد، الله يرحم والديك، اطلعوا لي يا شباب. وصلت البيدروك، حلو حلو، لقيت ريدستون، حلو تعال ريدستون هذا راح اسوي فيه حق الدايموند، حق الدايموند. طيب دايموند اطلع لي بس 3 حبات عشان اسوي الاكسترا اكسترا اكسترا. حبيبي ما اعرف اتكلم ولا اعرف العب ولا اعرف وين فيه. لقيت لافا، ارجوك جولد ايرون، ما في ايرون اقصد دايموند. يا حبيبي يا حبيبي والله العظيم اني احبك، والله العظيم اني احبك. نحط هنا البيكاكس ونحط حوله يا حبيبي حقه اللي هو دايموند اكستري. بسم الله نشغلها انيبل يا حبيبي، بسم الله نشغل، هنا في دايموند. يا لب الاكستري يا حبيبي يا لب، ليتس جو. الحين تقريبا ضمننا في الارمر حق اللي هو الدايموند، بس المشكله عندنا جابز مره قليل، مره قليل. شغل هي يبحث عن دايموند، وين الدايموند؟ هنا في كريبر، شفتك يا كريبر، انقلع يا كريبر انقلع. طيب يا اخوان في مشكله عندي اللي هو لازم اني اذبح شخص عشان اشغل الهاك حق الكلورا، الكلورا لازم نذبح واحد يا عيال، لازم على الاقل اذبح واحد واخذ راسه. الله يستر يا رب اول ذبحه تكون ميسره لي. تقريبا باقي لنا كميه بسيطه ونصير في الارمر دايموند يا حبيبي، في الارمر دايموند وحنا تونا بادين. يا سلام يا سلام، ايش رايكم ادرعم على طول يعني اذا سويت لي في الارمر؟ والله عندي نكس، معلش ما اقدر ادرعم، عندي نكس بالجولد، الجولد عندي شويه يا عيال. سوينا لنا احلى في الارمر دايموند، وبرضه سوي لي سيف. حبيبي حط الانفل هنا، حبيبي ادينا في الارمر دايموند، لازم اسوي اكس، الاكس اقوى من الدايموند. حبيبي ادينا اكس، ليش عادل ما تاخذ؟ الحين يبي لنا جولد يا اخوان عشان نشغل الاكسترا حق
بالجولد. ما ادري ليش اقول اكسترار. تكفون يا اخوان، ابي جولد جولد. الله يرحم والديكم. في هنا واحد؟ لا ما في احد. والله مو طبيعي، هذا الكهف فاضي ما في جولد. كميه فقط بسيطه، بس بسيطه يا شباب. ليش كذا الاستقعاد؟ شوفوا يا اخوان، راح اسوي الهاك. في هاك بسيط هنا راح اسويه، اللي هو ما يجيني كل اورا او كنوك باك. معلش كنوك باك. الهاك هذا هو ما راح يجيني بنسبه 25%. والله شوفوا اشغله ولا ما اشغله؟ ما اتوقع اني بشغله، بخليه عندي يعني اذا اضطريت راح اشغله. والله يا عيال ما اتوقع اني بشغله لانه نكبه. الهاك هذا نكبه، اذا شغلته يجي واحد يسوي لك سبام ضربات وما تقدر تتحرك ولا شيء. خلونا نشوف اوضاع الشباب. والله اوضاعهم جدا كويسه، مره كويسه. خلونا نسوي كميه بلوكات الريدستون لانه بحتاجها بعدين يا اخوان. في هاك بشغله بعدين. من الحين يعني زبط وضعك يا عادل، اجل ما تقول ليش ما جاني. تعال يا كلب، تعال يا كلب. لا الحمد لله انه ما احترق. الان نقدر نشغل يا حبيبي حق الجولد. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبي. الحين يا شباب اكملنا كل التحديات، نقدر الحين نشوف الجولد ونشوف الكول ونشوف كل شيء. جيب جولد، جيب جولد حبيبي، ادينا جولد. انا ليش جايب البكاكس هذا الكريه؟ ما ادري، افترض اني اسوي ادوات دايموند بس اني انا ما ادري ليش سحبت على الدايموند. شوف الحبه ذي، والله كريهه، حبه واحده بس. هنا في كميه، هنا في كميه. تعال تعال يا الدايموند تعال، بس عشان نسوي لنا ادوات نظبط وضعنا. الان اتوقع انه خلاص كفايه عاد الكهف، لانه جبت اشياء مره كثيره. اخر مجموعه عادل، اخر مجموعه عشان بس ما يضيق صدرك، اوكي؟ عشان ما يضيق صدرك. خلينا نشوف في لاعبين. حلو ما في لاعبين. في هاك يا عيال والله حق الضحك، اوكي؟ وش راح يسوي؟ راح اقدر امشي على المويه، تخيل المويه هذه العاديه اقدر امشي فوقها، بس الهاك يحتاج، شوفوا الكرافتنج راح يطلع لكم في الشاشه، يحتاج بكتات كثيره والله، يحتاج مره بكتات كثيره. بسم الله الحين نقدر نطير. السلام عليكم يا شباب، كيف حالكم؟ شو مسوين؟ نسوي حق الباكت مويه، دقيقه انزل يا عادل الله يرحم امك انزل. طيب خلينا ناخذ المويه ونسوي الهاك حق المويه. هنا حبة دايموند ووكن واتر يا حبيبي. اقدر الحين امشي على المويه. شوفوا يا شباب تررت تررت تررت. والله يضحك. شوف اقدر فلاي برضو، اقدر امشي يا عمري عادي. طفى طفى طفى. والله احس دي نكبه مره. قد بدات المعركه. جيت اقول لكم شيء، والشيء هذا يا اخوان راح تنصدمون اني راح اسويه. اقوى هاك في اللعبه، اللي هو اني اسوي قارب واقدر اطير بالقارب يا شباب. بسم الله خلونا نفعله يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شكلي ضحك، والله شكلي ضحك مره. وينكم يا شباب؟ جايكم وانا بالطيران، طيران يا اخوان. ما شاء الله محترم، جايكم بقارب، ما قاعد اطير كذا جايك فجاه. لا قارب جايك فجاه، بس قارب. اخلاق، عندي اخلاق يا اخوان. اذا شغلت هاك اشغل باخلاق اجيك، ما اقدر اطير لك واسوي حركات ما منها فائده. شغل اكستري يا حبيبي ونبدا ندورهم. في واحد هنا يا عيال، هذا اليوم الشباب. تررر تررر. السلام عليكم شباب. نقصكم يعني تبون حاجه؟ تبون شيء؟ انا عندكم يا اخوان. تبون حاجه؟ ما اوكي، قاعد تضربون انتم. هذول يعانون من مرض نفسي فعشان كذا بخليهم. معبود يا كلب. اصبر اصبر اصبر، معلش معلش، وقف وقف القارب. الغي رحلتي، الغي رحلتي. تعال تعال، الغي رحلتي، الغي رحلتي. تعال ابلع ابلع ابلع، كسر. تعال ابلع يا اخوان. الايم لك عليه، الايم والله لك عليه. تعال يا كلب، بشغل الكرور. لازم نذبحك، لازم نذبحك، لازم نذبحك. الايم الايم ابو كلب، الايم يا اخوان والله ابو كلب. من حصان هذا؟ ما عنده ستر. اي وين القارب حقي؟ لازم اكون شخص اخلاقي. ما اطير كذا. فينا واحد. السلام عليكم شباب، عادي اذبح هذا واسحب عليكم. اوكي خليني اذبحه بس، خليني اذبحه يا اخوان. ابي اذبح بس عشان ناخذه معي. اوكي يلا مع السلامه يا شباب. معي راس؟ ما عندي راس. في راس هنا، اخذت راس. يا حبيبي قاعدين يكتبون احداثياتي. معهم رودات يا حليلهم يا اخي، ناس طيبين، ناس يا اخي. عادي ليش تشتغل هاك؟ اخوان نقصنا كم؟ 1 2 3 4 5. نحتاج يا اخوان ثلاث سيوف يا اخوان، ثلاث سيوف. يا ساتر، انت مدمج؟ لا انت ما انت مدمج. ابى احاول ادور لي ناس كذا على قد حالهم. هذول كلهم بطاق معهم. شباب السلام عليكم اخوان، انت مدمج؟ ايه انت مدمج. تعال يا شباب خلنا نطق اخويكم. هذا مدمج. تعال. ذبحته ذبحته قدامكم. معه كمية جولد بس المشكلة ما في دايموند. اصبر انتم هنا مسوين صندوق، ايش حاطين؟ ما حطيتوا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط الراس في النص وحوله جلاس. الآن نقدر نشوف يا اخوان اللاعبين، نقدر نشوفهم. ايوه يا حبيبي كذا رسميا صرت هاك. ناقصني بس الكلورا، والكلورا يحتاج يا اخوان ثلاث سيوف دايموند. ناقصني بس ثلاث يا اخوان واقدر اني اسويه. يا الله يستر، لازم اشغل فلاي واطيحهم. بش 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 بش. عبود عبود يموت،
عبود يموت يموت عبود. تعال 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 يا عبود تعال بموت. جي 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 جي. خذ اغراض خذ اغراض. اوه جاني يا ساتر. جوف زعوله ماك دايموند ماك شي. والله ملحط ذا. لقيت واحد يا حليل لا يجنن. تعال تعال بسم الله عليه بسم الله عليه. تعال تعال بسم الله عليه جنن. لو سمحت في واحد وراك ممكن تعطيه وجه. ايه ماك هاك. تعال تعال يا حليله ابلع. جي 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 يا حبيبي. ناقصني بس سيف واحد يقطع ام استقعاد. نزلوا تحت الكلاب سووا. شوفون يا شباب. يموت يموت عادل يموت يموت. هذا العود عسل بيزبطني يا عاد يزبطني. تكفى مت ارجوك ارجوك. حط لي تكفى تكفى مت ارجوك ارجوك. ايم يا عادل ارجوك مت. جي جي. جو اخويا عادل تكو 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 تكو. وقتي دامني ما ادري ايش اتبي ما ادري ايش اخلي. عطرت اخيرا. الان اللحظه المنتظره اني اسوي يا حبيبي حق الكل اورا. اخيرا نحط راسينا اخيرا. كل اورا كل اورا انيبل. شغل ابو الكل اورا الحين رسميا يا عيال. اقدر اقول لكم انه شغلت كل شيء حرفيا شغل. في واحد هنا بقره. اوكي معليش يا عيال. القم 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 القم. تعال عليكم. اوه اطلعوا تعالوا اذا فيكم خير اطلعوا. قاعد ما يدمج الكلوره. اوه حاطين شيل. حلو. قبل كان 1-8 الحين صعب يا عيال. الكلوره مو قاعد يشتغل. اوه قاعد تسوي تارجت. ايوه حلو تسوي تارجت تسوي تارجت على ذا. اوه ما حنفير يا عيال. شو المعركه النايمه. يموت ايوه بيموت هذا. ايوه القم 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 بيموت. ارجوك كلوره. ايوه جي جي. مع السلامة. شارب تو يا سلام. بروتكشن يا سلام يا سلام. الان يا حليلة محطة محطة يا محطة. تعال تعال تعال. طلعوا طلعوا انقلعوا يا كلاب. تعالوا شغل فلاي. او ماي جاد او ماي جاد. كم باقي والله باقي ناس. في هذا واحد. تعال لحالك. انكسرت شيلده انكسرت شيلده. القوم يا حبيبي مع سترينج. شوفوا كيف الهاك. يا سلام الطقطقه. تعال 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 تعال. اوه سحب على اخوياك. القم يا ساتر الدمج ايش صاير. القم يا اخ والله دمجهم عالي والله دمجهم عالي. القم انت الاول اللي بعده اللي بعده اللي بعده. لازم انزل لي اكس. ما عندي اكس الا هذا اكس. حط بدل هذا. يا عيال يا عيال الكلاب زبنين تحت. هذا طالع. تعال تعال تعال. ايوه شغل كلوره شغل يا عادل. الله ياخذك. ليش ما تشغل كلوره؟ قاعد اضربه قاعد اضربه قاعد اضربه حبيبي. قاعد اضرب من ورا الجدار. يا ساتر يا لاك. اقدر اضرب من هنا؟ لا 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 والله اضرب من هنا. والله قاعد اضرب يا عيال. القم لافا. يا ساتر يا والله ما اقدر كل زحمه دخلت بانجلد جدار القم. يا ساتر يا ساتر ما يقدروا يضربوني. القم من ورا الجدار. هذا اقوى هاك. القم 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 القم. جي جي يجي اللي بعده اللي بعده. هنا في واحد اقدر اضربه. والله ضربته. والله هذول مستقعدين. والله لا استقعد لهم والله لا استقعد لهم. بلو لافا. يا مساكين. اوه ماي جاد بموت والله بموت. اوه اوه شفتوها شفتوا اللافا. اوكي نظامكم. قاعد يجي ضربات بدون ما يدري. نسن تعال انتعد تعال. ما يشوفني ما يشوفني ما يشوفني. يا الله تعال. اقطع شكلك يا كلب. انا مدمج. ايوه ابلع ابلع. تعال. اي ماي جاد. لا 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 اقطع شكلك يا بيبتي. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. الكلب هذه بموت هذه بموت هذه بموت. البلع. اوكي حلو حلو. شفت اخويكم مات. نزلتهم يا عيال. شوفوا كم الواي
شوف كم الوقت نزلتهم تحت. تعال تعال انت هذا مدمج هذا مدمج تعال تعال القم القم يا رعب. حلو تعال انت. اوه رهيب مات. حلو تعال فيصل انت لحالك. حلو حلو اوكي اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده كلهم قاطين كلهم قاطين كلهم قاطين. الله اللي بعده اللي بعده بيموت هذا بيموت. يلو لو يلو لو 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 يا عادل لا اي سكر اللي فوق سكر بموت. خلاص تيجي 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 يا انا يا هم يا انا يا هم يا انا يا هم يا انا يا هم لا لا خلاص مت انا مت والله خلاص انا ما انا ما ادري مين يفوز انا ما ادري مين بيفوز. والله يا علني ما ادري ما ادري دروعي بتتكسر. Oh my god. Oh my god. Oh my god. هذا لو هذا لو مات. اوكي تجي تجي اللي بعده هذا بيموت. تعال شحشرتهم اقدر اكسر شيلتكم. خلاص هذا بيموت. طاع اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده باقي عزوز. شوف عزوز رقه فوق. وينكم يا شباب؟ تعال يا والله اني قاعد امشي بس نقول جي 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 شلته جي جي يا اخوان.